اليوم غادي ندويو على السكر التراكمي اللي كنقولوا عليه خزان ديال السكر ولا الهيموغلوبين غليكي. هو واحد التحليله كيديرها جينيرالمون الناس اللي كيدويو على السكر باش يشوفوا ليكيليبر ديال نسبه السكري في الدم لمده 3 اشهر. وكاين بيان سور كيستعملوها الناس باش يشوفوا الحاله الصحيه ديالو. ولا جينا نقراو هاد الجرافيك غادي يبان لينا بان كاين ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى هي شخص ما عندوش السكر دونك قل من 5.7، ولا كان الشخص ما بين 5.7 و 6.4 هنا كندويو على ليطا بري ديابيتيك ولا المرحله ما قبل السكر. فهاد المرحله خاص الواحد يرد البال شنو كياكل، يحاول يمارس الرياضه، يشوف بيان سور واش عنده امراض اخرى خاصها تعالج باش هاد النسبه ترجع على 6.4، لان الا تخطات هاد المرحله هنا غادي نبداو في السكر. بيان سور من بين الاشياء اللي خاص الشخص يراقب هو يدير تيست دو اوما ولا مقاومه الانسولين باش يشوف واش هو في الحاله اللي كتوجدوا انه يكون عنده السكري. المرحله الثالثه اللي دوينا عليها هي اودولا دو 6.5، وهنا بيان سور كيبداو يبانوا الاعراض ديال السكري وكيكون حتى السكر قبل الاكل اكثر من 1.26. دونك بهذه التحليله البسيطه كيقدر الواحد يشوف ليكيليبر ديال 3 شهور ديالو في الذات بالنسبه للسكر. بيان سور ملي النسبه ديال الخزان ديال السكر كتكون اكثر من واحد النسبه ديال 8 9 فوار 10 وما اكثر، وخاصه ملي كتكون هذه النسبه ماشي غير في 3 شهور وحده ولكن كطول في الوقت، هنا كيقدروا يبداو يبانوا الاعراض والمضاعفات ديال السكري. وكنا ذكرناهم فيديوهات اخرى كيف باغ اكزومبل ياثر على شبكيه العين، على الكلاوي، على الرجل، على القلب، على الشرايين، وكيتركم على هذا الشيء بيان سور صعوبات صحيه. داكشي علاش كيبقى هذه التحليله واحد المؤشر اللي هو مهم بزاف وكيعاوننا باش نراقبوا الصحه ديالنا.